رفع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإصدار جلالته مرسوم رقم 67 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وتعيين سموه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. أكد سموه أن هذه الثقة الملكية السامية تكليف سموه برئاسة الهيئة هي مبعث اعتزاز، وأنها تدفع بسموه لبذل مزيد من الجهود لتحقيق تطلعات أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمزيد من التطوير والنماء في مختلف أركان المنظومة الرياضية. أضاف سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن قطاع الرياضة شهد نقلة نوعية في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من خلال اهتمام ورعاية ودعم جلالته لهذا القطاع الحيوي، حيث انعكس ذلك على تطويره وارتقائه وتحقيق المزيد من المنجزات التي عززت من المكانة المرموقة التي تحتلها البحرين في هذا المجال على المستويين القاري والدولي. أشار سموه إلى أن الجهود المميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في دعم الحركة الرياضية من خلال الخطط والاستراتيجيات التطويرية التي رسمها سموه من أجل تنفيذ الرؤية الملكية السامية للنهوض بالرياضة البحرينية، ستكون الأرضية الخصبة التي تدعم عمل الهيئة العامة للرياضة لتنظيم شؤون الرياضة والجهات الرياضية والعمل على تعزيز الاحتراف الرياضي لإحراز المزيد من الإنجازات الرياضية.